throw in the towel, stop this fight. That's how you turn heads in the super middleweight division. It was. He dado una tremenda demostración en knockout sobre la figura de John Ryder en el capítulo número 9. Así que Jaime Munguía sale con el brazo en alto. El ganador esta noche aquí en Phoenix, Arizona, el orgullo de Tijuana, Baja California, México. Jaime Munguía hizo todo lo que se esperaba el día de hoy. El de Tijuana, ahí tu vecino, mi chan. Sí, sí, mi vecino, y gracias a Dios ganó, ¿no? Agradecerle, por supuesto, también a John Ryder, que nunca rehuyó el combate. Siempre fue a tratar de hacerle daño al mexicano. Ladies and gentlemen, we welcome you to the T-Mobile Arena here in Las Vegas, Nevada, as Canelo Promotions presents the Premier Boxing Champions featured bout of the evening, brought to you by Canelo Promotions, TGB Promotions, and Showtime Pay-Per-View. Sponsored by... ولكن مهلا، فإنه كانيلو ألفاريز نجم الملاكمة الأول على الإطلاق حاليا، البطل الذي يحقق أعلى إيرادات مشاهدة حتى الآن، بطل السوبر ميدل ويت الحالي بلا منازع. إنه سأول كانيلو ألفاريز. إذا بحثت في حياة كل ملاكم وفي تاريخه ونشأته، لن ترى مثالا تحتذى به أفضل من هذا الملاكم. الانضباط والتدريب الشاق والمحافظة على اللياقة العالية والرشاقة في التحرك داخل الحلبة مع التكنيك المثالي سواء في الهجوم أو الدفاع. أما عن منافسه في هذه المرة، فهو النجم اللامهزوم حتى الآن، جيمين مونجيا، ملاكم فذ ولكن ليس بالأسطورة التي سطرت في تاريخ الملاكمة. على الرغم من سجله النظيف إلى الآن، إلا أن هذا هو أصعب اختبار في حياته، كونه سيواجه الباوند فور باوند كانيلو ألفاريز. من ناحية السجل والإمكانيات من طول والوقفة القتالية وطول الذراع كالآتي: كانيلو بطل من أربع أقسام. أصبح كانيلو محترفا في عام 2005، لقد تغلب على العديد من أفضل الرياضيين بما في ذلك شين موزلي، ميغيل كوتو، جنادي غلوفكين، وفي زمن قصير أصبح كانيلو بطل الوزن السوبر ميدل ويت بلا منازع. متغلبا على كالم سميث وبيليجو ساندرز وكالي بلانيت، فشل في الحصول على ذهبية الوزن الثقيل الخفيف للمرة الثانية في مسيرته، وخسر أمام الملاكم الفذ ديمتري بيفول في عام 2022. Look at him go. Oh my word, Bivol. And Canelo wants more of it. كانت هذه أول خسارة له منذ عام 2013 ضد فلويد ميويذر، منهيا سلسلة من 16 قتالا بلا هزيمة. انتعش كانيلو بفوزه على جنادي غلوفكين بعد خضوعه لعملية جراحية في المعصم. عاد كانيلو في مايو متغلبا على جون رايدر للاحتفاظ بألقابه، وأيضا أحرج جيرمير تشارلو في سبتمبر، وتوقع الكثير أن يواجه شقيقه الأكبر. لديه 60 انتصارا، منها 39 بالضربة الفنية القاضية وخسارتان وتعادلا في مسيرته. خاض 484 جولة احترافية ونسبة فوز 65% بالضربة الفنية القاضية. الطول 173 سنتيمتر وطول الذراع 179 سنتيمتر. وقفته القتالية الأرثوذكس. أما عن مونجيا، أصبح مونجيا محترفا في عام 2013 وحصل على ذهبية وزن الوسط عندما تغلب على صدام علي في عام 2018. دافع المقاتل المكسيكي عن اللقب ضد ليام سميث وتكاشي إينوي ودينيس هوجن، وبالانتقال إلى الوزن المتوسط ثم إلى الوزن المتوسط السوبر، قاتل مونجيا مرة واحدة فقط في عام 2023 بفوزه على سيرجي ديرفيانتشينكو في يونيو. كانت معركته الأخيرة هي فوزه بالقاضي على رايدر في يناير من هذا العام. The referee's dead. They're ringing the bell. They're stopping it. Canelo Alvarez, are you watching?
لديه 43 انتصارا، منها 34 بالضربة الفنية القاضية وسجل نظيف بلا هزيمة أو تعادل إلى الآن. خاض 199 جولة احترافية ونسبة فوز بالضربة القاضية تقارب 80%. الطول 183 سنتيمتر، أي أطول من كانيلو، وطول الذراع نفس الطول ذراع كانيلو 179 سنتيمتر. وقفته القتالية هي الأرثوذكس. الإمكانيات: كانيلو ملاكم ليس بكثير الحركة، يحاول فرض أسلوبه في القتال على كل خصومه، خطير جدا في منتصف الحلبة، يراوغ بجسمه من وضع الوقوف وليس الحركة، وإذا سنحت له الفرصة يأتي بلكمة مستقيمة تقضي على منافس في الحال، ونجحت في كثير من نزالاته أمام نجوم عدة كالي بلانت، سيرجي كوفاليف، ليام سميث، وأيضا أمير خان. أما مونجويا تستطيع القول بأنه لديه كل الإمكانيات التي يحتاجها أي ملاكم، سواء من طول ذراع وطول القامة، يراوغ جيدا بالأرجل أي ينسحب وكثير الحركة، دائما ما يبدأ هجومه بلكمة على مستوى الجسد لفتح دفاعات خصمه ويسدد لكمة أو اثنتين متتاليتين، فكه جيد ولكن ليس بالفك الحديدي مثل فك كانيلو. اختبر فك كانيلو في العديد من النزالات، أشهرها أمام جنادي غلوفكين وأمام الملاكم الفذ ديمتري بيفول. يمكن لك حصد النقاط من كانيلو ولكن لا تستطيع إسقاطه أو إيقافه. يتمرن جيدا على تقوية فكه، فهو لديه هدف الآن وهو تحدي نفسه. من ناحية أخرى، إذا نظرنا إلى مونجيا، من أهم العوامل الإيجابية لديه صغر سنه، فهو 27 عاما الآن وسجله الحافل بالانتصارات، أي أنه أمامه الوقت الكافي لحصد المزيد من الانتصارات والألقاب على المدى البعيد. كل من الملاكمين أبدى سعادته كونه ملاكم مكسيكي وسيلاكم الآخر باسم المكسيك. كانيلو قال: أنا فخور جدا ومتحمس لكوني قادرا على خوض هذه المعركة المكسيكية ضد المكسيكي الآخر، هي دائما معركة ضخمة وقد مر وقت طويل منذ أن كان هناك نزالا مثل هذا. إنه لأمر رائع أن نعطي فرصة كهذه لمقاتل مثل مونجيا، إنه لمن دواعي سروري أن يواجه مكسيكيا بعضهم البعض في مثل هذه المعركة الكبيرة من أجل الرياضة. وأيضا ظهر مونجيا متحمسا لهذه الفرصة وقال: أنا سعيد جدا ومليء بالحماس لهذه الفرصة، أنا ممتن للغاية لجميع المشاركين الذين تمكنوا من جعل هذه المعركة حقيقية، نحن على استعداد لمنح المشجعين ليلة رائعة من الملاكمة يوم السبت 4 مايو، لا أطيق الانتظار لأثبت للعالم أنني قادر على القيام بأشياء عظيمة وتحيا المكسيك. على الرغم من كون هذا النزال سيكون رائعا وممتعا، ولكن النتيجة محسومة لكانيلو، كل المعطيات تقول بأن مجريات النزال ستكون لصالح كانيلو وسيحرج مونجيا كثيرا. مونجيا أوقف رايدر على الرغم من كانيلو لم يستطع ذلك، ولكن لا تنسى هذا عصر كانيلو المتربع على عرش الملاكمة الآن. إلا أنني كنت أود أن أرى كانيلو يواجه ديفيد بنيفيدز، فهذا هو ثاني اختبار له بعد نزاله أمام الفذ جنيدي غلوفكين، كونه واجه ملاكم طويل ولم يقدر على التعامل معه مثل ديمتري بيفول. I'm the best in my version and this is belt. I keep this belt. في النهاية أتمنى أن نرى نزالا جيدا ونستمتع جيدا بمثل هذه النزالات. إذا كنت من عشاق الملاكمة فتابعنا ولا تنسى الاشتراك في القناة. هذا التحليل من وجهة نظري، فإن كانت لديك وجهة نظر أخرى فلديك كل الحرية لإبداء رأيك في التعليقات، فهذا أمر جيد لي لكسب الخبرة منكم جميعا. دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم جميعا. And boxing fans joining us around the world, it's showtime!